الأنوثة هي مجموعة من الصفات الجميلة اللي ربنا عطاها لكل إنسانة مننا. طيب إزاي تكوني أنثى استثنائية؟ في الفيديو ده هتكلم معاكم عن مجموعة صفات بتكون موجودة في الأنثى الاستثنائية أو الأنثى اللي بتكون نادرة أو مش يعني موجود منها كتير أو مش أنثى تقليدية بمعنى الأدق يعني. فهتكلم معاكم عن أهم الخطوات أو أهم الصفات اللي بتبقى موجودة في الأنثى دي. خليكم معايا لو مهتمين بالموضوع ونبتدي الفيديو على طول. ونتكلم عن أول صفة بتبقى موجودة في الأنثى الاستثنائية، وهي إنك تكوني شخصية لطيفة وحنونة. بعض النساء أو بعض الفتيات يعني عموما بيفكروا إن عشان أكون أنثى قوية فلازم أكون حد يعني أتعامل بأسلوب متعجرف، أسلوب فيه نوع من القسوة وفي نوع من الغلظة، وده عكس مفهوم القوة اللي احنا بنتكلم عنه تماما. وهتكلم معاكم يعني في الفيديو بإذن الله عن مفهوم القوة المطلوب في الأنثى، لأن في بعض الحاجات كده أو بعض المفاهيم اللي احنا بنفهمها ممكن تكون بنفهمها بطريقة غلط فبنيجي نطبقها فبتضيع أنوثتنا تماما. الأنثى الاستثنائية بتكون أنثى حنونة، بتكون أنثى لطيفة في التعامل، بتكون متعاطفة يعني بتحب تتعاطف مع الأشخاص حواليها، مع الأطفال، مع الأشخاص كبار السن، مع أي حد بيبقى في موقف ضعيف أو بتحس إن هو دايما بتحب تدافع عن الحق، دايما بتحب تدافع عن المظلوم، دايما بتحبش تيجي على حد، دايما بتبقى عندها نوع من التعاطف والإنسانية، وبتبقى شخصية إلى حد ما لطيفة وحنونة. هكلمكم دلوقتي عن الفرق ما بين القوة والقسوة، لأن في ناس كتير أو بالتحديد ممكن تكون بنات كتير بتفهم مفهوم القوة بشكل غلط. القسوة معناها غلظة القلب، معناها أن الإنسان يكون ما عندوش مشاعر، بيبقاش شخص متعاطف، بيبقى دايما شخص عنده قسوة وغلظة، وبيبقى إنسان صعب إن اللي حواليه يقدروا إن هما يتعايشوا معاه أو يتعاملوا معاه. وطبعا مفيش إنسان بيحب إن هو يتعامل مع شخص قاسي، بل بالعكس دي حاجة من ضمن الصفات المنفرة جدا جدا في أي شخص، وبتكون بمثابة يعني حاجة كده من أفظع الصفات اللي بتبقى موجودة في الإنسان، هو يعني يكون تفاضلا غليظ القلب لانفضه من حوله. فدايما نفهم كويس أو نعرف كويس نفرق ما بين مفهوم القوة وما بين القسوة. وهنفهم دلوقتي يعني اللي أنا أقصده، لأن زي ما قلنا في بعض التصرفات اللي بتحصل كده عفوية مننا، فلازم نفهم كويس ايه الفرق ما بين ده وما بين ده. فزي ما فهمتكم معنى القوة بيختلف تماما عن القسوة. القوة بانك انت تبقي تعرفي ازاي يعني تكوني ضعيفة في اوقات وازاي تكوني قوية في اوقات تانية، بمعنى ان انت تقدري تعملي حدود للتعامل الناس معاكي، ان انت ما تتهونيش ان حد مثلا يغلط في حقك، او ان انت حد يجي على كرامتك مثلا، يكون عندك كرامة ويكون عندك عزة نفس، يعني انت تتعاملي بكل عطف وبكل يعني بكل لين، وتبقي انسانة بتتعاطفي مع الناس كلها، وتبقي يعني المفهوم بعيدا تماما، عايزة افهمكم بس النقطة دي، ان مفهوم القوة بعيد تماما عن الفصل. القوة ان انت تقدري زي ما قلتي كده تبقى عندك مرونة، تقدري ان انت تفهمي الشخص اللي قدامك او تتعاملي مع الشخص اللي قدامك ازاي، امتى تتعاملي معاه يعني يبقى عندك نوع من الضعف او الانوثة، وامتى لازم تكوني حاسمة لو مثلا حد بيتم استغلالك مثلا، او ان انت حد بيجي عليكي، او ان انت حد بيجي على حقوقك. ففي الحالة دي انت لازم تدافعي عن نفسك ولازم يكون عندك
نوع من انواع الحزم علشان تقدري يبقى في عندك خطوط كده حمراء اللي قدامك ما يتعداش، وبكل ادب وبكل اخلاق بدون اي غلط ولا اندفاع ولا اي حاجه ممكن تأذي الشخص الاخر. وكمان القوه من اهم سماتها ان الشخص يعني ما يأذيش غيره، بمعنى اصح يعني ان انا ابقى عندي فكره ان انا اذي غيري دي تماما مستبعده تماما، لان الشخص اللي بيبقى مؤذي اللي بيبقى عنده نوع من انواع القسوه ده بيكون شخص غير سوي بالمره. فده الفرق ما بين القوه وما بين ان انت تبقي انسانه فصيحه. كمان فكره العند من اكتر الحاجات اللي بتبقى يعني بتقتل فكره الانوثه تماما هي نقطه العند، حاول نبعد عنها تماما. انا عارفه ان احنا في اوقات كتير ممكن تبقى الصفه دي موجوده عندنا، بتبقى هي احيانا بيكون لو عند في الحق او عند المجرد العند، يعني في فرق ما بين دي وفي فرق ما بين دي برضه. لو انتي مش عندي يعني انتي مثلا بتحطي حدود للشخص اللي قدامك علشان ما يتجاوز حدوده، فدي حاجة يعني تعتبر حاجة مش وحشة، دي حاجة ايجابية. انا ما احنا بنتكلم في حتة العند المجرد العند، لا انا رأيي بالكثة يعني اذا كان عاجب الكل، فما ينفعش ان انتي تبقي شخصية كده متسلطة او شخصية مسيطرة، لان دي من ضمن الحاجات اللي بتفقد جاذبيتك تماما وبتخليكي تبعدي عن فكرة الانوثة تماما. النقطة بقى اللي بعد كده هتكلم معاكم فيها، كمان مهم جدا ان انتي تكوني كأنثى واثقة جدا في نفسك او الى حد ما عند قدر كبير من الثقة بنفسك. وبرضه مش معناه ان انا اي واحدة مثلا تبقى واثقة في نفسها ان هي طول الوقت تتكلم عن نفسها وانجازاتها وعن هي قد ايه مثلا مميزة او حلوة او الجو اللي هو ايه انا بتنام وانا واثقة في نفسي، لا مش كده خالص برضه، لان الافوارة بتحسس الشخص اللي قدامك او الشخصيات اللي قدامك ان انت عندك نوع من انواع الغرور او الكبر. فكل حاجة لازم يكون فيها توازن، لازم ابقى عارفة قيمة نفسي، لازم ابقى واثقة بنفسي بس يعني بالتصرفات بالافعال، ان انا ابقى عارفة قيمة نفسي عندي ثقة في نفسي، بيبان في التصرفات، بيبان في طريقة التعامل، بيبان في حاجات كتير بس بدون الافوارة، عشان ما نأفورش، عشان الافوارة دي بتخلي الناس تاخد عننا انطباع ان احنا عندنا نوع من الكذب او نوع من الغرور، وده برضو من ابشع الصفات اللي تبقى موجودة في اي انثى او اي انسان عموما. فنخلي بالنا قوي النقطة دي لان في بنات بتقع فيها كتير. دي برضو من ضمن النقاط اللي انا حبيت اتكلم فيها. النقطة اللي بعد كده نتكلم بقى عن النقطة اللي بعد كده هي الدراية والثقافة. لازم يكون عندك نوع من انواع الثقافة وان انت تهتمي بغذاء عقلك زي ما بتهتمي بنفسك وبجسمك وبشكلك وبمظهرك. مهم جدا ان انت تهتمي بعقلك وان انت تهتمي ان انت تقري، تهتمي ان انت يكون عندك قدر كبير من المعرفة ودراية بالاحداث اللي بتحصل في العالم، ان انت يبقى عندك نوع من انواع الثقافة، ان انت بتكوني حريصة لان انت تنمي من شخصيتك وتنمي من نقاط القوة عندك. لان في نوعين من الجمال دايما بقول، في الجمال اللي هو الظاهري والجمال الداخلي. الجمال الداخلي ان احنا يكون عندنا بعض الصفات الجميلة زي الرقة، الانوثة، الشخصي، ان انت تكوني حمامة، ان انت تكوني حد معطاء، ان انت ومنها برضو ان انت تهتمي جدا 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 يعني ان انت بالمعرفة والثقافة وان انت تنمي عقلك. لان في بعض البنات او النساء عموما بتعتقد ان يعني الانوثة هو الاهتمام بالشكل او المظهر الخارجي فقط، لبس، ميك اب، الفساتين، الاكسسوارات، البراندات والحاجات دي كلها، بدون ما تهتم بفكرة القراية وان انا اثقف نفسي وان انا اغذي عقلي زي ما بغذي جسمي او زي ما بهتم بشكلي او مظهري. فدي من اهم النقاط، لان هي كمان هتفرق معاكي جدا مستقبلا في حياتك، هتفتح ليكي مجالات كتير جدا، هيكون عندك نوع من انواع الخبرة في حاجات كتير في حياتك
وطبعا القرايه من اكتر الحاجات اللي لازم تحرصي عليها وتخصصي لها وقت في حياتك، ايا كنت بقى، كنت مشغوله عندك ضغوط في حياتك كتير، لازم تحاولي تخصصي جزء كده للقرايه ان شاء الله. حتى لو في البدايه هنبتدي مثلا ان شاء الله لو نص ساعه كل يوم او كل فتره، مش هياخد مننا وقت كتير لغايه ما نكتسب عاده القرايه. يعني في بعض الناس اللي بتكون دايما بقول الاشخاص اللي بتبقى عايزه تكتسب عاده جديده بتلاقي في الاول صعوبه، فعشان كده احنا بنسهل الموضوع ان احنا نبتدي يعني جزء بسيط او يعني فتره كده بسيطه لغايه ما نبتدي ان احنا نتعود على العاده ونكتسبها وتبقى جزء من حياتنا وجزء من الروتين بتاع يومنا. بعد كده خلاص هتبقى الموضوع اسهل بكتير، لان دايما بقول الخطوه الاولى بتكون هي الاصعب. فدي من ضمن الحاجات اللي هتخليكي انثى مميزه جدا واستثنائيه، وانت بنفسك هتلاحظي الفرق في حياتك، في تعاملاتك مع الناس، في نظرتك للحياه، في رؤيتك للحياه. لازم تكوني حريصه ان انت تمارسي مجموعه نشاطات، ان انت يكون عندك اعمال خيريه. على فكره دي من ضمن الحاجات برضو اللي عايزه اركز فيها جدا، فكره العطاء. يعني في ابحاث كتير جدا اتعملت ان الشخص لما بيكون عنده جزئية كده في حياته بيبقى يعني بيمارس فكرة العطاء، او ان هو بيكون بيشارك مثلا في اعمال خيرية او كده، ده بيدي نوع كبير جدا جدا من انواع السعادة، وبيخلي الشخص الى حد ما راضي عن نفسه بشكل كبير جدا. والموضوع ده عن تجربة فعلا، فعشان كده دايما بنحاول ان احنا نخصص من فترة كده للتانية ان الشخص يحاول ان هو يعمل حاجة فيها خير، ان هو يساعد حد محتاج، ان هو في نفس الوقت هي كنوع من انواع التسليه، وفي نفس الوقت كمان انتي بتتعرفي على ناس جديده، كمان بتحسي ان انتي ليكي دور كبير في المجتمع وبتعملي حاجه مفيده، فده كمان هيعزز كمان ثقتك بنفسك. وليه جوانب تانية كتير جدا كمان هيحسسك فكره احساس السعاده، لان انا زي ما لسه قايله لكم دلوقتي انا قريت كتير جدا عن الموضوع ده، ويعني ابحاث كتير اتعملت ان العطاء او الشخص لما بيعمل اعمال خير او اعمال خيريه بتدي للشخص احساس، يعني بتحفز هرمون السعاده وبتخليه يحس نوع من انواع السعاده والرضا عن الذات. فدي من اكتر الحاجات برضو اللي بتخلي الانسان راضي عن نفسه، فبالتالي ده بينعكس على حياته وبتخليه يبقى واثق في نفسه اكتر ويحب نفسه اكتر وحاسس ان هو بالفخر كده ما بينه. النقطه اللي بعد كده بقى اللي حابه اتكلم فيها هي اعرفي ازاي تستغلي وقتك صح. كتير مننا بيضيع وقته في حاجات كتير قوي، وحاجات ملهاش اي لازمه ولا 30 لازمه، وبنقعد نضيع وقتنا زي ما بتكلم دايما وبقول سوشيال ميديا، حاجات ممكن نضيع وقت كبير في المسلسلات والافلام والحاجات اللي هي كتيره. وبرده بركز على النقطه دي لان في ناس بتفهمني غلط تقول يعني احنا ما نتسلاش، يعني احنا مثلا ما احنا لازم اكيد اوقات كتير بنحس بملل، اوقات كتير بنبقى عايزين يعني نتفرج على مسلسل او فيلم. انا مش ضد ده تماما خالص، بالعكس احنا لازم يكون عندنا وقت للترفيه وعادي ونعيش حياتنا ونخرج وننبسط ونتفرج ونعمل كل حاجه، بس ما يبقاش طول الوقت. يعني احنا حياتنا عباره عن يعني سبحان الله، يعني الوقت اللي بيعدي من عمرنا مش هيرجع تاني، فلازم يبقى واحنا يعني بنستغل وقتنا، او ان احنا يعني الوقت بالنسبة لنا حاجة مفروض ما نهدرهاش ونتعامل معها بفكرة ان عادي بقى لا مبالاة. لا، لان ليه؟ لان احنا كمان كام سنة قدام احنا مش هنحس دلوقتي، خصوصا مثلا فترة العشرينات مثلا عند اغلب البنات او كده بتبقى اكيد مش حاسة بالموضوع، انما لما مع السنين تعدي اكيد انتي بنفسك هتقولي لنفسك بعد كده انا كان قدامي وقت كتير ان انا اعمل حاجات كتير جدا ممكن تغير حياتي، ممكن اخد كورسات، ممكن انمي شخصيتي في حاجات كتيره، ممكن ان انا اعمل حاجات كتير، احقق انجازات كتير، ممكن ان انا مثلا اتعلم لغه، ممكن ان انا اخد دورات تدريبيه، ممكن ان انا مثلا احاول ان انا اعمل حاجات كتير. يعني الانسان بيبقى ليه بعض الاهداف، ان انا انمي هوايه عندي كنت بسعى مثلا ليها، اوقات كتير بناجل الحاجات دي. يعني ممكن الشخص يبقى عنده مواهب زي ما قبل كده اتكلمت في الفيديوهات، يعني فبيجي الوقت بيحس كده ان هو
خايف ان هو مثلا يبتدي في الموهبة دي عشان خاطر حاسس ان هو مش هينجح فيها او كده، او دايما بيدي نفسه احساس ان انا مش هنجح في الحاجة دي، او بيبقى خايف من الفشل، او بيبقى كسل، نوع من انواع الكسل او التسويف. ففي النهاية احنا عندنا وقت كتير ممكن نقدر نستغله، فلازم يكون عندنا حكمة اكتر في اننا نقدر نستغل الوقت. وانتي كأنثى اكيد من الأنثى الذكية فعلا او الأنثى الاستثنائية فعلا هي اللي بتعرف ان وقتها ده ليه قيمة، فلازم تستعمله بطريقة فيها حكمة كده، وما تهدروش طول الوقت ان هو يبقى مسلسلات وافلام وكذا. لازم وقت كده تخصصين نفسك، تهتمي بنفسك، تقعدي تقري، تشغلي موسيقى كلاسيك، تقعدي طبعا اذكار وقراءة القرآن دي حاجة اساسية. فلازم نقسم وقتنا كده ونعرف ايه هي الاولويات بتاعتنا، وايه هي الحاجات اللي لو مارسناها، وايه هي العادات اللي ممكن يعني تكون سيئة وتحاولي ان انت تبعديها عن حياتك، وتحاولي ان انت تمارسي بقى الحاجات الايجابية اللي ممكن تغير حياتك. ففكرة ان انت تنظمي وقتك وتستخدمي وقتك الاستخدام الصحيح دي حاجة هتغير حياتك تماما. وعن تجربة كمان مهم جدا اننا نعرف النقطة بقى اللي بعد كده اللي هتكلم معاكم فيها، ان الانثى الحقيقية او الانوثة الحقيقية اللي تكون استثنائية او الانثى الاستثنائية بتبعد تماما عن جو اللي فيه نميمة وقيل وقال، ودي عملت ودي سوت، وتعالي يلا نقعد نعمل مجلس نميمة ونقعد مش عارف ايه، ونم على دي ونم على دي، ونتكلم على ده ونتكلم على دي، ونقعد نقطع في فروة الناس كلها. بتحس ان هي بتنسحب، المفروض يعني الانثى الحقيقية او الشخصية الاستثنائية مش بتسمح لحد ان هو يتكلم باسلوب وحش عن اي شخص قدامها، او معنى اصح لو ما عجبهاش الجو العام بتنسحب بهدوء بكل يعني بكل ادب بدون اي انفعال ولا اي حاجه، فبتعتذر يا اما بتقوم خالص من القعده دي علشان هي ما بتحسش انها مرتاحه. لان دايما الشخص اللي بينم على الناس، اولا النميمه حرام، وطبعا ذنوب بتتاخد طول الوقت. كمان الشخص اللي بينم على شخص معين، ولو انت قعدت سمعتي ده اكيد هيجي عليك الدور بعد كده وهيتنم عليكي وهيقعدوا يتكلموا عليكي. فالشخص زي ما لسه قايله لكم، الانثى الحقيقيه او الانثى الاستثنائيه ما بتحبش تحس ان في ظلم بيقع على غيرها، او ان هو في حد بيجي على حد، فبالتالي هي بتحس انها قاعده مش مرتاحه وما بتسمحش لده، او بتنسحب بهدوء وبتقوم تبعد عن ده تماما. فنخلي بالنا قوي من النقطه دي، لان دي من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نكون او في بعض البنات بتقع فيها. فنحاول نبعد تماما عن الفكره دي، لان الموضوع ده يعني بيحصل كتير للاسف في مجتمعنا، وبيعتقدوا ان هي بقى نوع من الهزار والروشنه، وتعالي يلا مجلس النميمه بتاعنا ابتدى، ويلا نبتدي، ويلا نقعد ننم على ده وننم على دي، ونوع من انواع السخريه والتنمر، كأن الموضوع يعني بقى ايه خفه دم ونوع من انواع الروشنه. وطبعا كميه ذنوب بتتاخد، كمان انطباع سيء بنتركه، يعني اي انسان بيمارس النقطه دي بيدي انطباع سيء جدا جدا عند الناس اللي بيلاقي فيهم الصفه دي. فانتوا متخيلين انتوا بتشوهوا صورتكم قدام الناس اولا، ثانيا بتاخدوا ذنب شخص تاني. فنحاول نبعد تماما على الصفه دي، لان هي من ضمن الصفات المنكره جدا والحرام كمان شرعا، فدي بعيده تماما عن فكره الانوثه. نتكلم بقى عن النقطة اللي بعد كده. طبعا زي ما اتكلمت معاكم عن الجزء اللي احنا بننمي فيه عقلنا، وان احنا بنهتم بثقافتنا، وان احنا نهتم ان احنا ننمي عقلنا وثقافتنا، وان احنا نحاول ان احنا نقرأ، ويكون لينا نكون عندنا دراية كبيرة باللي بيحصل في احداث العالم عموما. مهم جدا برضو ان احنا نهتم بشكلنا الخارجي، لان ده جزء من انوثتنا. هو طبعا مش كل الانوثة زي ما لسه قايله لكم، بس هو جزء لا يتجزأ من أنوثتنا. فلازم نهتم بشكلنا، نهتم بنظافتنا طبعا الشخصية، لازم نهتم كمان نوعية الملابس بتاعتنا ما تبقاش ذكورية زي ما في أشخاص كتير أو بنات كتير
برضو بتعتقد ان دي نوع من انواع الروشنة، انها تلبس نوعية معينة لبس مثلا مثير او ضيق او في نوع من الابتذال، تعتقد ان هي كده يعني ماشية على الموضة، وان هي دي بنت يعني روشة بقى او بنت ايه كده. ف دي حاجة اولا بتدي انطباع عنك ان انتي بنت يعني مش مؤدبة، دي حاجة. تاني حاجة بتدي كمان طبعا، ده غير ان هو حرام يعني ان انتي تبقي شخصية ملفتة في لبسك حتى لو انتي بنت محترمة. يعني انا برضو حابة انوه، لان في بنات كتير ممكن تبقى محترمة جدا وكويسة جدا وكل حاجة، بس شكلها ولبسها وطريقتها في اللبس وطريقتها مثلا في الكلام او كده بتدي عنها انطباع سيء. هنخلي بالنا من النقطة دي، لان فاللبس ليه دور كبير قوي في فكرة انوثتك. كمان كل ما يكون لبسك إلى حد ما محتشم، لبس أنثوي بيميل للأنوثة أكتر، بيبعد تماما عن فكرة الذكورية أو اللبس الذكوري. كل ما يكون ليكي طابع كده ولون مختلف، كل ما يبقى ليكي طلة فيها أنوثة، هيبقى ليكي يعني سبحان الله بيبقى الأنثى الحقيقية بيبقى ليها كده طلة معينة مختلفة تماما عن أي أنثى تانية. فنخلي بالنا قوي النقطة دي. حتى التصرفات الذكورية نفسها نحاول ان احنا نبعد عنها، زي الصوت العالي، زي العند زيادة، زي السيطرة زيادة عن اللزوم، ان انا ابقى شخصية مسيطرة وافرض رأيي بالعافية، وان انا ابقى انسانة قاسية. كل الحاجات دي بعيدة تماما عن فكرة. طبعا حابة انوه على نقطة معينة واكد عليها، لان انا عارفة ان في مثلا بنات هتقولي طب انا يعني معنى كلامك ان انا ما ينفعش، ان انا لازم ادافع عن حقوقي، وان انا حد ما ينفعش ان حد يجي عليا واسكت، وان انا ما اردش، وان انا مثلا اجي على نفسي عشان خاطر حد او حد ممكن يهني، وانا ابقى كده ما دافعش عن نفسي. انا لسه قايلة دلوقتي في فرق كبير ما بين ان انا اكون شخصية قاسية او ان انا ابقى حد ذكوري، في فرق ما بين ان انا ابقى انثى قوية. انا لسه قايلة لكم الفرق ما بين ده وده، ومعرفاكم ان انتي لازم تحطي حدود في التعامل، ان انتي ما حدش يقدر يستغلك او حد يجي عليكي او حد يجي على كرامتك او حد يقدر يهينك، فلازم يبقى في حدود في التعامل. دي كانت من اهم الحاجات اي انثى يعني بتسعى لانها تكون انثى استثنائيه او انثى يعني نادره، تكون ليها شخصيه مختلفه. دي من اكتر الحاجات اللي هتميزك جدا جدا عن اي انثى. كمان من اجمل الصفات اللي ممكن تبقى موجوده في الانثى او الانثى الاستثنائيه عموما، بتكون بتتحلى دايما بالاخلاق العاليه، وبتكون انسانه الى حد ما ملتزمه، وبتكون عندها حتة التعاطف. يعني دايما بتتعامل مع الناس بالتعاطف، بتتعاطف مع الأشخاص اللي حواليها، لو حد بيحتاج مثلا لمساعدة مش بتبخل عليه أبدا فكرة المساعدة، بالعكس بتكون إنسانة إلى حد ما معطاءة وشخصية ودودة، ما بتكونش أبدا أنانية، لأن فكرة الأنانية بتبقى ضد الأنوثة. بتبقى يعني احنا قلنا الصفات الجميلة هي يعني الأنوثة عبارة عن مجموعة من الصفات الجميلة، ففكرة الأنانية دي ضد فكرة الأنوثة تماما، لأن هي من ضمن الصفات المنكرة جدا، ولأي شخص ما بيحبش ان هو يتعامل مع شخص أناني، ودايما برضو بتدي انطباع سيء عن الشخصية اللي قدامه، فبتحس ان هي شخصية الى حد ما ذكورية شوية. في النهاية حابة اقول ان فكرة الأنوثة الحقيقية او الأنثى الحقيقية او الاستثنائية عموما، هي اللي بتتعامل بدون تصنع، وبتتعامل بتلقائية وبعفوية، ما بتصنعش في تصرفاتها، ولا بتبقى يعني بترسم شخصية لنفسها غير شخصيتها الحقيقية، دايما بتكون يعني بتتعامل بطبيعتها. فدي كانت من اهم الصفات المهمة جدا اللي لازم او اي انثى بتكون حريصة انها تكون انثى استثنائية وتكون مميزة جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم، يا رب دايما اكون بقدر افيدكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب للناس اللي لسه جديدة لأول مرة تدخل عندي في القناة، وطبعا كومنتاتكم بتدعمني جدا وبتفرحني، نورتوني جدا جدا وبحبكم جدا. باي باي.